وحفلت الله دقي أرضي كقلن جي بي سي مدرسة عثمان بن عفان يكوتا لما قالت بناني دقان كالاقديرا اسمامو الكنغارسة مناسبة دانايا وحاكسو قيب قلن علمو الدين والدين تمعلمين تدقى مدرسة يا أرضي دقات مدرسة عثمان بن عفان إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا قار كميد أرضي دايا قوب تكسو بندقين وحيابيه لقوباري مدرسة ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات ومرحبا بكم جميع المشاركين بأيد مفتوحة وقلوب مسرورة مشاركتكم معنا مهم جدا بالنسبة لنا في مثل هذه المناسبة وأن خير خلقه محمدا من جاءنا بالبينة والهدى رسول إلى جميع الخلق بالنور والهدى والدين الحق علماء كسو قيب قشي مناسبة أي على دردار مي أرضي دي والدين المعنى دين تيريرين تربية أنسينو تربية إسلام كأنسينو أنا هلا جربان كيلينا أيها المارك مسلم بنقنيا إن شاء الله تعالى نعم شافعي وثور حيلين وحيالها الله سبحانه وتعالى لو قد نواذو مارك اللي قصو تقو فرائش على سبحانه وتعالى واجباتك الله سبحانه وتعالى وحا أوه الرأي علمك أوه الرأي كعلمك آس قيمها له يسرد له يو الله سبحانه وتعالى يا ماشي كبرنا يسين علمك آس وحالة دونها إنا كو عمل فرتين هورت إنك آنقا موقاتو إنك آنقا موقاتو أرضي ده يعني الله إهن أرضي كتخرجة بناني كتخرجة ما جاء جاء حيران مسا سوريالك دولك كو جيدا يا مسا حولة تاغن يا كو أنولي ألف أحمال أن الله ديجن بولة تاغن يا أو صاحب ليه واعب مركا أرضي ده حان ليه هاي واحا آبارتين إخلاص آنقا نقاتو كو عمل فالا مدى السدحان وحان اللي قدونا يا إنا أمدى قارسيسي بان يدونا مركا ولا ليالو المحن حدان حدا وحن لبارين أو تربية دا آن لبارين أو خير كأي وناقا آن لبارين هدو تو عاصن ما ياككري هدو باو حديش عبدالله يمانو فاتح هذا إيقو مر بلويل كبان كاري لاحي قبرد بان كاري لاحي مركا ورم حاد سميس عذيك مركا ورم متر بيس مركا عروتا مدرسة دا حلقة سمالي وحيتري ركلا تك أردنا معها رجو كلا تجي أردنا معها رجع صدق أنا جوينا دافين ويسوق قديمين ويسوق بندقين محو هاي وين جت تجين أنا جا بل أن هيك سنو جرب أن سنو وعن كتر كرنا عن كترنو أنت تورتنا قار كم إذا أردي ذي كقل إن جي بي سي مدرسة عثمان بن عفان أي درين كود اللو ذاقي ورباهين تيستا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معيد حلا إبراهيم عبد محمد جيرو ما أنتوا حنكقل نجيب مدرسة عثمان بن عفان خاصة إعدادي حنوما دعنا معلمين تيو والدين والبيجون سو سينو دلالين دس يا غدرس إلى يوم هذا سكلا الشيخ عشان الله بركة مدرسة عثمان بن عفان ما أنت قبلنا إعدادي إن شاء الله هدول هاي رجعنا درجينا إن ثانوي آخر سنة رجعنا إلى رجعنا نواجهو إلى الشيخ عشان ها بركة والدين تلمان ما مولها من مديرك مدرسة عثمان بن عفان شيخ عبد الرشيد خليف آدم أي نور بحية تاريخ المدرسة هي ترضى أرضي ذا قلن جيب السي مدرسة أساس كذي مرة نساو ديرين بس أساس حوانا جرتو لابكون يتبان كبان أساسنا إنك سوي مدر واقيد هوري حوغا تاريخ دي دير هوريسي إلا هالكا إنت نحضو دي إلما حد ما تكاخر نجيبيين بقول يكونتون ابتدائي كسو بحين كو حد ابتدائي كبحينا شهاده ان سنه بقول لي كنت انو واه الا ايتو تانك انت دخدوده انت ان سو دافني قدم اعدادي ايام مدرسه كو درناي اعدادي حد حوايه اي قسم حد بخي او 10 قف يا قيبت تدباد قيبت تدباد قيبت حد قلين جبسي وا علم كو 10 انو لح عنق ممتاز بهايان بمعنى جريد 1 بهايان كوبا دنبان وحي اسكو دخيالين جريتو جريتري بشار احمد ضغنه ورباهين تيستا كارسا